بسات هذا خطير مرتدة، تكفى خش عليه. لا يا عمري يا سعود، يا مجنون يا سعود، ينصر دينك يا سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من خير سوف خير طبيعي ان شاء الله. يا وقت خير المنتخب، المنتخب يحيي من استراليا. يا الله يا رب كريم، باذن الله واحد الاحد مباراة اسطورية، السعودية تفوز يا رب على الارض استراليا. يا الله يا رب كريم باذن الله، نشوف مباراة اسطورية، مباراة حلوة باذن الله، ويا رب كريم المنتخب يفوز. وليتس جو يا جماعة الخير، باي ما تخير شيء جديد يا حبيبي، من زمان ما اصور كيف الظهر. يا رب كريم نشوف مباراة اسطورية باذن الله، مباراة تكون حلوة. باي ما تخرب المنطقة بشوية صوتكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل التنبيهات وتفعل جرس التنبيهات لتصل مقطع جديد وحسابات احمد خلصتك وشراك لايك وشكرا خلص صوت مويه بسم الله ونزل ان شاء الله دعم مويه بعد خير لايك وشكرا حبيبي ليتس جو يا حبيبي. خلصوا المباراه المنتخب، يا الله يا رب كريم الحمد لله اخيرا فكينا من السباك ماشيني والحين هيرفي يا حبيبي رينا. باذن الله الواحد الاحد نشوف منتخب اسطوري تشكيل مره بشوف الخير باذن الله. السعوديه تسويها يا رب يا رب يا كريم باذن الله، اثق اثق والله اثق باذن الله يا رب يا كريم. اخي بعد خير بسم الله صح تذكرت صعب اسمه الفرج تو كنا الحمد لله فجأة ما فرج فجأة إصابة. يا الله إيش هذا، استغفر الله، رباط صليبي. يا لطيف يا الله، سالم سلمان عبد الله العمي عبد المالكي وفادة مولى جماعة الخير، الله شفي وعافية يا رب، شفي يا رب المسلمين وعلى جماعة الخير بتمطق بشان صوتكم. صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم على محمد ودخل فلسطين، الله يعافي رب الله يسره ودعي معهم المسلمين، الله يعافي رب اغفر لهم ويجمع المال في الجنة يا رب. الحمد لله لكل حال، ليتس جو يا حبيبي، خلينا نشوف المنتخب. يا الله يا رب كريم باذن الله يا رب، باذن الله يا رب كريم. مصعب الجوير بليهي بليهي رجع، مصعب الجوير اساسي تشكيله اسطوريه، وفيصل الغانم صاحبي يا حبيبي باذن الله، شهراني كمان كابتن. يا رب يا رب يا رب يا كريم باذن الله، صح الشهري يا حبيبي ناصر. يا الله يا رب يا كريم باذن الله باذن الله، روان صحفي عاد يا رب نتسجل باذن الله وسوي حلقه مباراه خير. يا الله يا رب يا كريم خير في يا حبيبي، يا رب يا كريم. هذه خطيره هذه خطيره هذه خطيره حلوه. اوه ساتر يا ساتر خلص على طول. اي ما تخيل مش المباراه شو اسمه كامله، الحين بشوف ملخص كامل يده لانه ما كنت في البيت للاسف. وشوف السار خطيره هذه الحمد لله، يعني فراس تكفى تكفى ليش ما انهيت يا هو. اوه خطيره، لا بلنتي جاء تكفى. الله يا كسار ايش سويت، بلنتي ولا فاول يا رب انها برا 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 تكفى برا. الحمد لله فاول خطيره. الحمد لله انها عدت، اللهم لك الحمد لك شكرا. هذه دعوات الوالدين، هذه دعوات الامهات الله يحفظهم. الله الساتر سعود فين هذه طارت، ايش هو ذا غير المعلق يا عيني بليه وحش. والله يلا شهراني يلا شهراني خطيره. يا ايش هذا ضغط من استراليا، مره ضغط قوي. يلا يا صالح باذن الله نسوي له كذا من يعطيه واد في استراليا. يا سلام ما يعرف لهم اللي سالم، هو شجع عليهم كثير مره في الجوهره وفي ملعبهم وكان صغير مره باذن الله باذن الله يا رب. اللي موجودين فيهم يخروا البركه باذن الله. تكفى والله يا الغلط الغبي، ايش هذا؟ هاي انت صاحي؟ يا عمري يا كسار وحش، ايش بامكم يا حبيبي؟ الله يرحم امكم تكفى. اطلع الغلط هذه، هذا مين هذا؟ ناصر؟ ناصر يا حبيبي نفس ما نفرج حركاتك، ولا هذا مين هذا؟ وال 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 يا ساتر الخطورة من هذا العيب شكله، والله كان تحت كان جول. الحمد لله أول بإذن الله، شوفان أقوى أقسم بالله. إيش هذا خطيرة يعني، ما يمشي وما يمشي ما يمشي. وحش سعود والله وحش. أوه عبد الله خيبري والله الله 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 كذا يلف، وش فيه يا حبيبي؟ قبل يضحك ويقول لي وين بتروح؟ والله طويل ما شاء الله، يعني اقسم بالله ارتقاءات الله عيني وساتر يا عيني. يا عمري يا عمري شوف المنتخب يا حبيبي في كل مكان، في كل مكان يا حبيبي موجودين. عمري يا شيخ من استراليا ما قصروا حضروا، لازم تحضر المنتخب يا حبيبي. يا الله بليهي
ان شاء الله ما انطرد بس. ساتر الحمد لله تكفى كسار خطيرة لا يعرض لا يعرض لا يعرض لا شوف لا 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 تكفى الحمد لله عدت عدت الحمد لله يا رب الحمد لله. ول دعسوا دعسوا اعطيه اصفر حكم والله يا مجنون وحش بليه وحش شوف مين والله تنبكتي يا عمري تنبكتي يا عمري يا شيخ يا الله مقفلين مره تكفى حلوه اخ يا رب هدف واحد بس هدف واحد بس تكفى الصوت هذا خطير مرتدة تكفى خش عليه لا يا عمر يا سعود يا مجنون يا سعود ينصر دينك يا سعود والله وحش سعود رد عليهم اللي يقول لك خلاص انتهيت تكفي الدكة صح انه طلع من الهلال لكن والله وحش هنا منتخب ما يهمنا تكفى عمر يا شيخ والله وحش يا سعود اخ لو كملت بس سعود خطير هذه يا ساتر وحشي ايش صار؟ عمري بليه بليه الحمد لله والله بركة ما جاب عيد بيعطاهم بلنتي تكفى حمدان يلا يا الله هذه شلون ما كملت شوف 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 يا الله بس لو واحد بس انهاها كيف لو خلصوها يا ساتر يا عمري يا حمدان والله تحسب لك تكفى يا عمري سلطان وحدة سلطان تكفى الله يا عمري يا سلطان لا تكفى تكفى لا 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 يرحم امك والله اخر دقائق اخر دقيقه خلاص 90 يا عمري سلطان جول ما في شيء ما في اي شيء ليش تسلل ليش تكفى ليش ليش تكفى ليش يا الله هدف ما في شيء ما في لا تسلل ولا حاجه والله قهر اقسم بالله شوف شوف العاده شوف ناصر شوف ناصر شوف ناصر يا عين يا عين شوف كيف خلاص طرق النام ما في شيء كملها بكل سهولة الله عليك يا عمري والله حرام الهدف ما انحسب اقسم بالله كان يكون هدف قاتل يا الله والله قهر اخ بس حطمت امالنا دمرتنا والله دمرتنا يا حكم والله قهر والله يا الله كان احلى بداية للفينال والله حرام اقسم بالله تكفى ليش ليش شو شان يقول له ليش والله من جد ليه يا اخي ما فيها شيء سلطان شاتها ما سقعت في البلاهي وزارت البلاهي صح قلت تسلل ما سقعت في البلاهي ليش تسلل ابغى اعرف اللي ما تخليك طول الكومنتات ليش خليني اشوف العادة تكفى يرحم امك رجال الفار رجال الفار بس رجال الفار يرحم اهلك رجال الفار شوف 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 العادة شوف العادة شوف العادة ناصر لعبها يا عيني حلوة صاغ نمت لحاله عنده شاتها ما فيها ولا شيء ما سقعت في احد حتى بلاهي ما عنده كوبري جول ايش فيه ليش ما ينحسب شوف اوه البليه واقف هنا تكفى يا بليه بتكمنا انت يعني يتكمنا يا تنطرد يا تكمنا ما حسب هذا بسببك بس يا اخي ما داخل في اللعبة ولا شيء ولا صغعت فيه تكفى تكفى بس انا فحسبه ذا والله هلقات مرة مهمة وكان في ملعبهم شيء مرة اسطوري يا الله والله حمدان ما شاء الله تحسب له اللقطة اللي قبل شوية اقسم بالله سحب فيهم ان شاء الله يا رب خير بس شكل ما في الا تسلم تسلل عشان البلاهي خش في الكورة ولا ايش والله قهر صراحة انا ما قصدي ولا هدف هذا يكون اول هدف له ويكون زي كذا مهم ثلاث نقاط زي كادش اول تكفى تكفى يا حكم احسوبها اماراتي وكذا تكفى يا الله يا الله كذا لازم نحسب والله قهر اقسم بالله بس ما خير الحمد لله كل حال نقطة في ملعب استراليا كان احسن ثلاث نقاط والله كان احسن لكن الحمد لله الحمد لله منتخب يشرب الخير هيفرنارد ما قصر تشكيلة اسطورية منتخب كله ما قصر حرفيا يعني قد أدوا أداء اسطوري لعب مباراة حلوة لكن للأسف لو هدف ذا حسب كان حيكون دافع وروح بس بإذن الله بإذن الله يا رب الكريم نعوض الجيل بإذن الله لسه باقي مباريات بإذن الله واحد لحد إنه قد الوجود الأخضر بإذن الله راح يتأهل بإذن الله يا رب المباراة الجاية بإذن الله إنها تكون أقوى بإذن الله منتخب يفوز بإذن الله هذا نقاط لازم بإذن الله يا رب الكريم الحمد لله نقول حال نقول هار لكل مبروك الحمد لله الحمد لله أهم شيء ما نخسر الحمد لله الحمد لله كذا منتخب يعني يشرف اداء اسطوري ما قصروا الحمد لله هاي ما تخرب بإذن الله العوض مباراة السعودية وإندونيسيا بإذن الله 19-11
باذن الله تكون الخميس الجاي ان شاء الله يا رب يا كريم الاخضر يسويه باذن الله. ثلاث نقاط حتكون مره مهمه مره مهمه باذن الله، الواحد لحد نفوز يا رب يا رب يا كريم يا رب باذن الله يا رب. منتخب بشر الخير منتخب والله بشر الخير بعد ما راح ما طلع السباك السباك حرفيا سباك ماشيني الحين الرينار باذن الله الواحد لحد باذن الله يا رب كريم السعودي يفوز باذن الله يا رب يا رب يا رب. والله نتحمس المره الجايه، منتخب حلو والله تشكيله اسطوريه يا رب يا رب يا كريم باذن الله السعوديه ما تخير باذن الله نسويها نفوز في المباراه الجايه باذن الله نتاهل المركز الثاني باذن الله. اكيد المركز الاول اليابان مره قويه، اليابان قهر والله لو يمكن مثل حرفي ثلاث كاب مباراه السعوديه واليابان اللي راحت كان ما خسرنا كمان كانت في الجوهره كان قدرنا نلعب روح اقسم بالله وروح كريم انت لانه في العابد شو اسمه المولد ما شفيع فيه يا رب كذا منتخب اسطوري حرفيا باذن الله. الباقيين في الخرق الباقيين بالذات الشكل هذه الاسطوريه اللي اليوم لعب فيها باذن الله استمر عليها وباذن الله انهم فيهم الخير وبركه باذن الله. بس ما تخلوا المقطع نفس الله كل شراك تاجر اسم الله اسم الجديد وحسابات تحت ما خلص لك وشراك لايك وشراك ما خلص وحسب لايك وشراك ما تخير الله سبحانه بسم الله ونسمع ان شاء الله لايك ما تخير لا شرك حبيبي بس ما تخلوا ان شاء الله سلام. اخ بس لو كلمه سلطان والله حرام اقسم بالله.